عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناة سيمو كوك. اليوم إن شاء الله حبيت نشارك معكم واحد الكيك بنوتيلا جد سهلة ووصفة زوينة بزاف. كيف ما كتلاحظوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي على هذا الشكل، تزوقتها بشوية ديال الكوك وشوية ديال النوتيلا، هذا هو الشكل النهائي ديالها. خليكم معايا وتشوفوا المكونات وطريقة التحضير. بالنسبة للمكونات كنحتاجو 250 مللتر من الحليب، 500 غرام من الدقيق، 60 مللتر من زيت المائدة، 80 غرام من السكر، بيضة واحدة، و 8 غرام من الخميرة. وبالنسبة للتزيين كنحتاجو شوكولا نوتيلا والبيستاجو. الآن مرو طريقة التحضير. أول شيء كنوضعو الحليب في إناء، ومن بعد كنضيفو عليه الزيت، وكنضيفو عليه السكر، وكنضيفو معاه بيضة واحدة، وكنضيف معاه الخميرة، ومن بعد غادي نمكس كل شيء مع بعضه. بعد ما طبيعة الحال الدقائق كنغربلو، الان غادي نحاول نمكس كل شيء مع بعضه، نعجنوا العجينه ديالنا ونخليوها ترتاح حتى تذوب لينا العجين، ومن بعد ندوزوا للمرحله الثانيه. الان غادي نخليوها حتى تذوب الحجم ديالها، ومن بعد مروا المرحله المواليه. الان بعد ما العجين ديالنا خمرات غادي نحط واحد شويه ديال الدقائق. كيف ما كتلاحظوا ديال العجين كنحصلوا عليه على هذا الشكل، هذا كنحاولوا غير نسرحوه واحد شويه. الان غادي نقطعوا العجين ديالنا على هذا الشكل، غادي نوضعوا معاه القليل ديال النوتيلا، غادي نوضعوا واحد القليل ديال البيستاج على هذا الشكل هذا. بالنسبه للبيستاج كيبقى اختيار، يمكن لكم توضعوا غير النوتيلا ولا اي حشوه عندكم. الان غادي نجمعوا العجين ديالنا على هذا الشكل هذا، غادي نلفو على هذا الشكل هذا. بالنسبة لهنا كنقطعو هاد العجين بحال هكا، كنوضعو واحد المول كنوضعو عليه الزبدة، وكناخدو العجين ديالنا وكنوضعوها فيه على هذا الشكل هذا، وغادي ندهنوها بالبيض ديال البيض ونخليوها ترتاح لمدة ساعة، وندخلوها الطيب على درجة الحرارة 180 ونطلقها. الآن كيف ما كتلاحظوا معايا بعد ما اختمرات الفران ديجا مسخنو على 180، غادي ندخلوها الطيب دابا بعد ما طيب لنا نطلقها. الان كيف ما كتلاحظوا معايا بعد ما طابت خدات لنا اللون ديالها، غادي نحاولوا نشيلوها من المول. كيف ما كتلاحظوا معايا كتجي على هذا الشكل هذا. غادي الان ندير لها واحد شويه ديال لا ديكوراسيون ونشوفوا الشكل النهائي. الان كناخذوا شويه ديال الجليكوز كنديروا على الوش ديالها، وغادي ناخذوا شويه ديال جوز الهند،
جبت كوكونات. كوكونات طبيعة الحال كناخذ واحد شوية ديال النوتيلا. كيفما تلاحظوا معايا هذا هو الشكل النهائي. كنتمنى تعجبكم وصفة اليوم ونتلاقاو في وصفة قادمة إن شاء الله. وبالصحة والعافية.